طابت اوقاتكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. مساء الفل للناس الكل. استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة يحلو فيه سهر هذه الليلة. وش هالليلة؟ انها المباراة التقليدية التاريخية، الجزائر والمغرب في ربع نهائي كأس العرب العاشرة. جماهير قوية حاضرة في هذه المباراة بألوانها المغربية والجزائرية، وأكيد الأقدام ستكون نارية وقوية. المغرب المتأهل بقوة كأفضل خط هجوم وأقوى خط دفاع، والجزائر على طول وراه على طول، مما يؤشر على مباراة فيها الأهداف بكل تأكيد. نتمناها مواجهة كروية تسودها الروح الرياضية العالية. وهذه هجمة أولى والثانية تدخل جزائري منذ البداية شعلت المباراة. هذا هو اللي يكون في كيف الانتظار باتجاه زروقي وأنس زنيد المنتخب الجزائري. البداية بالمنتخب متبادل هجوم المنتخب الجزائري، التفاف دفاعي مغربي، هجمة بهجمة عالية، وهذه هجمة أولى. وسط الميدان الحكم يطلب اللعب، لا يعطي مخالفة، سامبايو يعطي مخالفة، التفتيع يوسف البلايلي برا للبلايلي يوزع وبدر بانور تمام تسويب أحد أبرز لاعبين المنتخب الجزائري، والحكم سامبايو لا يعطي بكرة زاحفة أرضية، يوزع إبراهيم يوزع وأنس زنيتي، تار زنيتي تار حارس الرجاء، هو صمام الأمان في الدفاع المغربي، وتعدي وتسويب تارك وكرة للفتح الرباطي، كرة جول ولمبول حراية، شجاعة كبيرة وروح رياضية. لاعب في وسط الميدان من الجانب المغربي هو يحيى الشبران، التفاف محمد شبي على اليمين وحده وبعيد التسوي والخطورة، اي 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 زروقي في وضعية التسلل وبالدبكة وبالرأس، مباراة بكل العذاب على كل اللاعبين. يسترجع المغرب والمخالفة ضد بندبكة، سفيان بندبكة يمر وخطيرة، والحكم يأتي ماذا؟ يأتي ضربة مرمى بعد هجمة لأشرف بن شرقي، عود الكرة مغربية ولمبولحي، بدر بانون أفضل مدافعي الدوري المصري، هجومية رهيبة يوزع طويلة منه في دار الشندي، وتغطية من مدافع كرة، شنو هذا؟ غدار غد كرة أسارو يوم، وتونس هذه كرة مريزاق، ياسين إبراهيم وسام بتدخل لوالد الكاي، يعدي يوسف ولا يمر أمام ياسين إبراهيم، يخسر تيا دفاعية من مروان سعدان والرئيس سمبول بدر بانون، التدخل الدفاعي في الوقت اللي خطورة، والياس الشطي سفيان بن دبكة وزنيتي أزدار الحسين بن عيادة، وترجع والكرة جزائرية رايعة، جبران جبران كرة مغربية حفيدي، الحارس أنس زنيتي بنجاح، الياس الشطي والتماس يعود لمحمد شيبي، زال شيبي شيبي يراوغ وعلى اليسار وإمكانية الاختراق، لكن وين حفيدي ثي عليه كرة بالترويض، حداد اليسار بن شرقي وبن دبيدي بعيد الكرة لبن شرقي، يسترجع دفاع عالي للمنتخب الجزائري، بعيد الكرة زروقي يعدي والحكم يطلب اللعب، زروقي أرادت بانون مرة أخرى يخسرها بانون، هجوم مرتد يوزع
بن عيادة بالرأس، حفيدي يعدي الشيبي والركبة مزياني، غريبة غريبة عجيبة طيب المزياني سعودي، وهذه الكرة للجزائر صيا، وهذه الكرة بالرأس وليد زارو، تار تار مروان سعدان، هذه قوية حداد يوسع الحداد يعدي والمخالفة، كرة ثابتة لأسد الأطلس ويوسع غريبة غريبة يوسع كرة مرة أخرى مزياني مغربي، التدخل من عبدي من جانب المغرب، وهذه كرة في القائم الثاني، هذه اللافة القاتلة عبد الإله، وين كرة خارج المقعالي الزارو الزارو الحداد لا يمر أمام توقاي والشد وراء الحارس إرس سنيدي بيعد كرة من نهيري وتعدي من بالرأس عدات البلايلي والتفاع يوزع كرة بالاستلام لأشرف الشرقي ولمسة يد تدرج رائع للكرة من جانب المنتخب المغربي وسفيان بندبكة يقوم بالمخالفة نايمي يوزع طلب الكرة من بن شرقي لكن بعيد على النهاري بدران يلعب بالنار بدران يلعب بالنار ترجع الكرة يوزع والرئيس سبول حل الكرة وأنس زنيتي زنيتي يلعب يروح يعدي وين ماشي كرة كانت فيها تمويه لكن ترجع الجزائرية ياسين إبراهيمي إبراهيمي الحكم يخلي اللعب حرب كبيرة وسط ياسين 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 إبراهيمي جول ياسين جول إبراهيمي جول انفجار جماهيري جزائري الثائر الجزائري هو ياسين إبراهيمي حفيدي يوسع جول 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 نهيري جول نهيري جول اي انفجار هات الصورة شوف الجماهير المغربية شام الطموبيلة عندي يا صاحبي الجاز اش من بنادم بنادم انا جاي عندك انا جاي هو واحد مات زدت عليه يا ريت لك اللوبي اللوبي هو واحد واحد مثل واحد كنت معكم من هنا مفايتين جي جي واحد اللي دور فين كاين فين ديروا اينيمي انا نازله هنا حزره في الحزره